شكرا لك أكيد عبد العزيز على كل هالمعلومات، وكما تابعنا مشاهدينا في أن الذكاء الاصطناعي راح يخدم الوظائف من خلال مساعدة الموظفين على أداء مهامهم ولكن بكفاءة أكبر، والوضع لن يختلف لما نتكلم عن عالم التجميل اللي يلعب فيه الذكاء الاصطناعي اليوم دور ملفت. عشان نتكلم عن هذا الموضوع أكثر نرحب بضيفنا من جدة الدكتور فهد الجندان استشاري جراحة التجميل والترميم في مدينة الملك عبد الله الطبية. يا هلا وسهلا فيك معنا دكتور فهد في ام بي سي في أسبوع. بداية ودنا نسألك عن الذكاء الاصطناعي في عالم التجميل، كيف بيتم توظيفه؟ إذا ممكن تمهد لنا وتعطينا كذا لمحة عامة. أهلا تغريد، أتشرف من أكون متواجد معاكم، وأهلا أستاذ عبد العزيز. حياك. طيب بالنسبة للذكاء الصناعي، طبعا هو موجود من فترة طويلة، ما هو شيء جديد، ولكن بشكله الحالي هذا هو اللي هو التوليدي، هذا هو الجديد في عالمنا وخصوصا في الطب. نقدر نوظفه في كثير من الأمور. مثلا أنا أعطيك مثال بسيط، عندي مثلا مريضة أجرت عملية شد بطن وعندها ندبة أو جرح مكان العملية، هذا شيء طبيعي. فلما تجي تسألك مثلا إيش ممكن أحط على الندبة، إحنا نعرف إنه إحنا نستخدم لصقات سيليكون، هذه ممكن تساعد في من التحسين من شكل الندبة، تجي على شكل لصقات وتجي على شكل جل. لما تجي تسألني المريضة إيش أفضل، أستخدم اللصقات أو أستخدم الجل، هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في مساعدتنا في اتخاذ القرارات. نحن كأطباء دائما نحب أن نبني قراراتنا على البست افيلبل ايفيدنس أو الدليل العلمي والدراسات العلمية الحديثة. فأنا أسأل الذكاء الاصطناعي إيش أفضل، فهو سيبحث في الدراسات وحيعطيني يعني حيرجع لي بتوصيات تقول لي مثلا إنه اللصقات أفضل أو الجل أفضل. فهذه أحد أهم التطبيقات، هو إنه تبني قراراتك بناء على الدليل العلمي والدراسات العلمية الحديثة. طبعا هناك تطبيقات أخرى ممكن أيضا تفيدنا في التثقيف الطبي، ممكن تثقيف المرضى في الأبحاث، بالنسبة للميديكال ستودنت أيضا ممكن أيضا تفيدنا أو الطلاب الطب في التحضير للاختبارات الزمالة وغيرها. ممتاز دكتور، نسمع كثير عن استخدام الروبوتات في العمليات، استخدام الذكاء الاصطناعي يعني وتطبيقاته تطورت كثيرا في المجال الطبي وأصبحت يعني متوفرة بشكل كبير ويحتاجها اليوم الأطباء، لكن بودي أن أسألك عن الطموح، طموحكم أنتم كأطباء، يعني إيش أغلب الأشياء اللي ربما تحتاجون فيها إلى الذكاء الاصطناعي وتحتاجون أن يكون هناك تطبيقات خاصة بهذه المواضيع؟ طيب يا عبد العزيز، كما تفضلت صحيح الروبوتات هذه يعني الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الروبوتات أحدث ثورة في مجال الجراحة بشكل عام وجراحة التجميل، خصوصا في الجراحة المجهرية، لأن الروبوتات أو الأذرع الروبوتية ما فيها الرعشة أو الرجفة اليد، فممكن أنها تجري جراحات دقيقة أو يوظفها الجراح في إجراء مثلا توصيل الأوعية الدقيقة، الجراحات المجهرية والميكروسكوبية بدون حدوث رجفة في اليد أو والتقليل منها. هذه أحد الاستخدامات المهمة. أما بالنسبة لي شخصيا، أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل يومي، سواء في كتابة الإيميلات بيسهل علي المهمة، في كتابة التقارير الجراحية بعد إجراء العملية الجراحية أنا بس أعطيه المعطيات، مثلا اليوم عملت عملية مثلا شد للثدي، أجي أحط المعطيات، استخدمت الغرز معينة، استخدمت مثلا نوع معين من الغيارات، بس أحط له المعطيات وهو يصيغها لي بشكل جميل وسلس ويوفر علي كثير من يعني الوقت الضائع، فممكن استغلال الوقت في شيء أكثر مفيد. مثلا في كتابة التقارير اليومية للمرضى اللي هي البروجرس نوتس، برضو ممكن أنا بس أكتب له هي بشكل يعني أصف له المعطيات، مثلا الفحص صحيح. التحاليل، وهو يقوم بصياغتها بشكل جميل وسلس. في شيء ثاني، مثلا ممكن عندي مقالة طبية أو بحث
ممكن انه يسوي لي بروف ريدنج او يقوم بتصحيح الاملاء القواعد او الجرامر ويكتبها بطريقه اجمل وتصير قابله للنشر بشكل اكثر بدل من اني اعطيها لشخص انه يراجعها بعدي. تأكيد. فهذه كلها امور نقدر نوظف فيها الذكاء الاصطناعي. برضو من الاشياء الجميله انه ممكن انا احمل ملف بي دي اف فايل مثلا مقال واطلب منه يلخص لي هي او اتحدث معاه كانه هو شخص جالس امامي، هو قري هذا البيبر او الورقه العلميه واجي انا اطرح عليه اسئله مثلا عن الورقه وهو يجيبني. فهذه برضو مجال جميل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب والجراحة بشكل خاص. يعني دكتور فهد، أنا حضرت لك واحدة من المحاضرات اللي كنت أنت بتدرب فيها بعض الأشخاص على استخدامهم لتقنية الذكاء الاصطناعي في الأبحاث، وأنهم كيف يقدروا يوصلوا لمعلومات محددة عشان يقدروا مثلا يفيدوا فيها الحالة أو المريض اللي موجود عندهم. فأنا ودي أسألك اليوم عن مدى انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي في السعودية بين الأطباء بشكل عام وبين الأطباء في مجال التجميل بشكل خاص، وقديش هذا الشيء ممكن يفيد أو ينعكس بشكل إيجابي على المرضى نفسهم. من بداية يمكن من مارس 2023 من وقت ما طرح البرنامج الشات جي بي تي وغيره طبعا من البرمجيات، أنا لا أتحيز لبرنامج معين ولكن شات جي بي تي يمكن هو الأشهر، لاحظنا انتشار بدأ استخدامه خصوصا بين الأطباء. وأنا كمان لما أجي أتحدث مع زملائي لاحظ أن هم برضو صاروا يستخدموه بشكل يومي تقريبا، خصوصا بين طلاب الطب والأطباء المتدربين، لأنه بيسهل عليهم كثير من الأشياء خصوصا في التحضير للامتحانات. برضو في دراسات أوضحت أنه الذكاء الاصطناعي استطاع أن ينجح في اختبار اللي هو USMLE أو United States Medical Licensing Exam، اختبار المعادلة للرخصة الطبية الأمريكية، بتفوق وبجدارة. فهذا ممكن أنه يساعد ويوظف من قبل الأطباء المتدربين في التحضير لهذه الامتحانات، فهذا ينعكس بشكل إيجابي في النهاية على الأطباء وكمان على المرضى وطبعا البيشنت كير أو العناية بالمرضى بشكل عام. من جد الدكتور فهد الجندان استشاري جراحة التجميل والترميم في مدينة الملك عبدالله الطبية، شكرا جزيلا لك على كل هالمعلومات وعلى مشاركتك معنا في MBC في أسبوع.